برافو يا ليه يلا يا سيدي كويس هاي كمل بقى كويس يا هاي يا زميلي هاي كمل يا زميلي عايز بطل بطل ما شاء الله كمل يا زلمة بإذن الله نبارك لكم أول ما غير ذهب بالنص وزن 48 كيلو كويس يا ياسمين عايش هتنزل عايش يا ياسمين قوي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الف الف مليون مبروك الف مليون مبروك الف مليون في مصر الف مليون مبروك الف مليون في كل اقطارنا الف مليون مبروك الحمد لله رب العالمين ربنا كرم اول ما جه الذهب ألف مليون مبروك لمصر على مصر ألف ألف مليون مبروك أول ميدالية ذهب وزن 48 كيلو ألف مليون مبروك ألف بسم الله يا بطل بسم الله الرحمن الرحيم حطيها بقى بسم الله يا الله يلا كمل راجل بقى بسم الله ياه عاش ياسمين يلا بقى صعب قوي لعيب تونس لعبة قوية جدا يعني. شغل دماغي بقى. عوض الجولة يا نفسي. يا بيتي مش لعبة قوية جدا. يا الله. انت ماتش جدا كده ماتش سهل قوي. الله يسلمك هنعوض ان شاء الله
يلا حطيها. ايوه تاني كمل. بدأ من بعيد قوي. ماشي كويس.
بتاعها بتندفع ايه؟ متحمسة جدا ربنا رب يكرمها. برضه شغال من بعيد قوي، اقرب شوية اقرب شوية وصل. ما شاء الله عليك يا اسلام، ما شاء الله وحش ان شاء الله. اسمع بقى اركز بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا هيكملها على خير ان شاء الله وتبقى الميدالية الذهبية الثانية لمصر. الحمد لله رب العالمين. مفيش مصر مفيش افريقيا. ان شاء الله بيها، ان شاء الله اسرها توقعها، ان شاء الله توقعها، ان شاء الله اسرها توقعها، ان شاء الله توقعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس منتخب الوطن هتتجنن بره. يا سيدي ربنا يسلمك. بس يا اسراء هايل قوي، هايل وحش. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله تكمل ان شاء الله. يبارك لكم على الميدالية الثانية الذهب لمصر، ألف مليون مبروك. مستحملين وحكام رابع وأحمر، الحمد لله رب العالمين. ألف مليون ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك. سيد الشيخ البطلة العالمية إسراء، ماتش عالمي الحمد لله رب العالمين. ربنا كرمنا الميدالية الذهب الثانية لمصر، ألف مليون مبروك. ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك الميدالية الذهبية الثانية لمصر. نجم مصر والله يا ياسر طبعا ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله عليك. خلص ما شاء الله عليك، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ربنا يبارك لنا دعواتكم ان شاء الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد عالمي ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ربنا يحفظك، ربنا يحفظ البطل الدولي عالمي، ما شاء الله عليك.
كان هيبقى ان شاء الله يكملوها بطل من ذهب. المنتخب الوطني لاعب نادي المؤسسه الاهلي في اسكندريه بمجرى عالمي 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 الضربه القاضيه محمود الضربه الابيض محمود عاطف الحمد لله رب العالمين جميع ماتشاته في البطوله كسبانها بالضربه العاليه مباراه دوليه عالميه والبطل الدولي والعالمي فهد النصر بطل العالم والاسطوره اسطوره التلفزيون المصري كابتن محمود عطر كابتن نادي المؤسسه الاهلي في اسكندريه كابتن محمود ياسر محمود كان المنتخب الوطني فرحه بفرحه فرحه بطل مصر على 1000 مليون مصر 1000 مليون مصر الاسطوره المصريه كابتن محمود عطر خاص مع كابتن عماد عيسى وعلى مصر وسلم الشكر مش بعيد على كابتن محمود
بعد كده كان مصاب بعد الجسور يعني بدا يبقى الموضوع مع المدرب ان شاء الله ربنا يكرمك بالدليل او بالرجال ما شاء الله عليك يا محمد اسد اسد ماتش قوي جدا Come on.
الله. ما شاء الله عليك يا بطل كامل. ما شاء الله. اللهم على روحنا الاحمر. الله عليك يا جماعه. ما شاء الله. كمل يا بطل، بطل كمل، كمل يا بطل، ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا بطل، كمل، ما شاء الله رب العالمين، دول العالمين، دول العالمين مصر إن شاء الله، جمال عيسى محمود عاطف هيتجنن بره، جمال عيسى هيتجنن محمود عاطف،
مسابقة صعبة غريبة جدا. اللاعب المصري البطل العالمي كابتن ايمن جلال، لاعب الركن الازرق ان شاء الله ده اداء عالمي، لاعب الركن الاحمر لاعب المنتخب التونسي ان شاء الله بطل الدوري العالمي بطل العالم كابتن ايمن جلال، يقدم مباراه دوليه بقلب المقاتل وروح المقاتل البطل. بسم الله الرحمن الرحيم. بطل العالمي ايمن جلال ان شاء الله بطل العالمي نخلص. ماتش صعب ومش سهل. منتخب التونسي منتخب قوي جدا. كل يوم بطل الدوري العالمي بطل العالم ان شاء الله.
هيخلص بالقضية، هيخلص بالقضية. الحكم بيعد أسطورة كابتن أيمن جلال لاعب المنتخب الوطني، بطل دولي عالمي، ابن نادي من مؤسسة الرياضية بألمانيا، لاعب المنتخب الوطني. لسه الحكم بيعد بسرعة بريد. أيمن جلال إن شاء الله رب العالمين هيخلص. أيمن جلال واقف على رجله كويس جدا، الحكم عاد إن شاء الله رب العالمين يكمل. Thank you.
الجايه الابيض ان شاء الله. من جلال هيخلص هيخلص. مبروك 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 للناس ابن جلال الرابع. رجعت 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 ابن جلال الرابع الذهب ابن جلال الخامسه خامس ارقام. ده امنيات النهارده اداء متميز اداء متميز. وادي على مصر ورافق على مصر ورافق بسماء الجزائر على مصر ورافق الدولي على مصر وكمان الجلال لاعب المنتخب الوطني بيرفع على مصر وعلى الجزائر. هو هذه الرياضية كابتن ايمن ايمن جلال بطل الدولي الاسلامي على مصر ورافق وجنب علم الجزائر سلامها الدولي العالمي.